اكيد اكيد قبل ما تدخلي مسابقه جمال لازم يبقى في استعدادات وهل فعلا فعلا عشان اجابه تبقى صريحه الرياضه كانت جزء من حياتك قبل وبعد ولا الموضوع ما كانش عندك اهتمام بيه كبير؟ بصي انا بتمرن باسكت من وانا عندي 7 سنين وبجانب رياضات تانية كتير كنت بعمل سباحة وخيل وجمباز يعني حلو قوي. كذا حاجة بس استمرت في الباسكت لان هي كمان لعبة شعبية شوية في الجزء الارمني وبلاس كمان اسكندرية فهي معروفة اكتر كباسكت. كان نفسي العب كرة قدم بس هي ملهاش قوي يعني دلوقتي غير زمان. زمان ما كانش ليها قوي صح. انا كان نفسي برضو وانا صغير بس فعلا ما كانش كان يمكن نادي الطيران كان المكان الوحيد اللي ممكن الى حد ما بس كان صعب برضو عشان احنا من اسكندريه ونكون في القاهره وكده. فالرياضه بالنسبه لي كانت يعني جزء في حياتي يعني رياضه ومذاكره يعني رياضه واي حاجه جنبها بس يمكن هي دي حاجه من الحاجات اللي لسه محافظه على شكلي وجسمي لغايه دلوقتي. حلو جدا.